بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 163. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. تقدم معنا من فضيلتكم بيان ذلك وشرح لبعضه، وسبق قوله: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. نعم. ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. ذكرتم أن أحوال الزوجين أربعة، فليتكم تعودون بالبيان ليكون منطلقا لحلقتنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند تقدير الحاكم وهو القاضي لنفقة الزوجة، فإنه ينظر في أحوال الزوجين غنى وفقرا، ولهم أربع حالات. نعم. لهما أربع حالات. الحالة الأولى أن يكونا غنيين، غنية تحت غني. الحالة الثانية أن يكونا فقيرين، فقيرة تحت فقير. الحالة الثالثة أن يكونا متوسطين بين الغنى والفقر. الحالة الرابعة أن يكونا مختلفين، أحدهما غني والآخر فقير، أو أحدهما متوسط والآخر فقير. نعم. قال: ويعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع، فيفرض عند التنازع، أما إذا صلح بينهما فلا نتدخل. نعم. فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه. نعم، يفرض للغنية تحت الغني من أرفع نفقة البلد، من أرفع خبزه مع أدمه. والمراد بالأدم الخل والزيت وما يؤدم به الطعام. نعم. من خبز، من أرفع خبز البلد وأدمه. اي نعم. ولحما، ولحما بحسب العادة، عادة الموسرين. اي نعم. إن كان الموسرين، إن كانت العادة أنهم يأكلون اللحم في كل أسبوع فيفرض لها كل أسبوع، أو كل شهر يفرض لها كل شهر. نعم. ولحما عادة الموسرين بمحلهما، بمحلهما يعني البلد الذي هما فيه. نعم. وما يلبس مثلها من حرير الرعير، ويفرض لها من جيد اللباس ما يلبسها مثلها من الغنيات تحت الأغنياء. نعم. وللنوم فراش. نعم. وما يلبس مثلها من حرير وغيره، من حرير وهو أنفس القماش وغيره من الأشياء النفيسة. نعم. وللنوم فراش ولحاف، ويفرض للنوم فراشا ولحافا يليقان بمثلهما من غنية تحت غني. نعم. وإزار ومخدة. نعم. وللجلوس حصير جيد، وكذلك الفرش في البيت يفرض لها حصيرا جيدا من والحصير المراد به الفراش الذي يصنع من الخوص أو من الصوف أو من القصب. نعم. حصير جيد وزلي، وزلي وهو ما يصنع من الصوف، الزلي ما يصنع، الفراش الذي يصنع من الصوف، وهذا أجود الأنواع. نعم. اللي يسمى الأنزولية تقريبا. نعم. وللفقيرة تحت الفقير، هذه الحالة الثانية، من أدنى خبز البلد وأدم يلائمها. نعم، يفرض للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد، لأن الفقير يأكل من
من أدنى الطعام، من أدنى خبز البلد وأدمه المناسب له من زيت ونحوه. نعم. وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وما يلبس مثلها من الفقيرة تحت الفقير من الملابس، وما يجلس عليه من الحصر، نعم، مما يليق بالفقراء. نعم. وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك عرفا. الحالة الثالثة والرابعة، المتوسطة مع المتوسط، والمختلفين، المختلفين كالفقيرة تحت الغني، أو الغني أو الغنية تحت أو الغنية تحت الفقير. الحالة الثالثة والرابعة يفرض المتوسط بين الطبقة العليا والطبقة السفلى. نعم. وعليه مؤونة نظافة زوجته، ويلزم الزوج أن يخدم الزوجة خادما إذا كان مثلها يخدم، ويلزمه مؤونة نظافة الخادم، مؤونة نظافة الخادم من إحضار الماء وإحضار المنظفات البدنية. نعم، لأن هذا حاجة ضرورية. قال وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها. عليه مؤونة نظافة زوجته. نعم، مؤونة نظافة الزوجة دون خادمها، من إحضار الماء وإحضار مواد التنظيف للجسم، هذا يلزمه لزوجته. أما خادمها يلزم أنه يقيم له خادم إذا كان مثلها يخدم، لكن لا يلزمه مؤونة الخادم، لأنه مؤونة نظافة الزوجة هذا يقصد لأجل الاستمتاع، وأما نظافة الخادم فليس له غرض بذلك. نعم. لا دواء وأجرة طبيب. لا يلزم الزوج دواء زوجته ولا أجرة الطبيب الذي يعالجها، فلو احتاجت إلى دواء لا يلزمه شراؤه، ولو عالجها طبيب واحتاجت العملية إلى أجرة فلا يلزم الزوج ذلك، لأن هذا ليس من النفقة. نعم. ولو كانت الزوجة فقيرة أو ليست ذات، إذا أراد أن يتبرع لها ويحسن إليها فهذا من حسن العشرة، من حسن العشرة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. هذا في نفقة المطلقة. المطلقة البائن ليس لها نفقة، مطلقة البائن بينونة كبرى أو صغرى بطلاق أو فسخ ليس لها نفقة. أما الرجعية فلها النفقة مثل الزوجة، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة وله رجعتها. نعم. قال ولا قسم لها. ولا قسم للرجعية، ما يلزمه أن يقسم لها. نعم. والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة. البائن ببينونة كبرى أو صغرى بفسخ أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها لأجل الحمل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والنفقة للحمل لا لها من أجله. نعم، ينفق على الحامل الباين وتكون النفقة للحمل، تكون النفقة للحمل لأنه ابنه، لأنه ولده. نعم. قوله تعالى وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المرضعات. إذا كان هذا في المرضعات فإنه مثله في الحوامل. نعم. ومن حسبت ولو ظلما حبست. ومن حبست هذه مسقطات النفقة. مسقطات النفقة أولا إذا حبست عنه، إذا حبست الزوجة عنه بأن أخذها أبوها أو أخذها أحد ومنعها من البقاء عنده فليس لها نفقة في هذه الحالة، لأن النفقة في مقابل تمكن منها والاستمتاع بها، فإذا منع من ذلك سقطت النفقة لسقوط موجبها. نعم. ومن حبست ولو ظلما، ولو كان الحابس لها ظالما بحبسه إياها
فإنها ليس لها نفقة على الزوج، لأن الزوج إنما ينفق في مقابل تمكنه من زوجته. نعم. أو نشزت. الحالة الثانية إذا نشزت، والنشوز في اللغة هو الارتفاع، والمراد به هنا امتناع الزوجة من حقوق زوجها. إذا امتنعت من بذل حقوق زوجها فهي ناشز، ليس لها نفقة، لأن النفقة في مقابلة التمكن والاستمتاع، فإذا منعت نفسها منه سقطت نفقتها. نعم. أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. الحالة الثالثة إذا تطوعت بلا إذنه بصوم، صامت صوم تطوع بلا إذنه، أو حجت حج تنفل بلا إذنه، فإنه ليس لها نفقة، لأن الصوم والحج يمنعانه من تمكن منها. نعم. أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو أنها دخلت في واجب أوجبته على نفسها، في واجب عبادة أوجبتها على نفسها بالنذر، كنذر الحج أو نذر الصوم، فليس لها على زوجها نفقة، لأنه لا يتمكن منها في هذه الحالة. نعم. أو صوم، أو صامت عن كفارة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا 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 يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم. أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته. أو صامت عن كفارة، هذا واجب، الكفارة واجبة لكن موسعة، كفارة وقتها موسع إلا إذا كانت، نعم، وقت الكفارة موسع. نعم. فإذا دخلت فيها فهي التي أوجبتها على نفسها، لأن الكفارة إنما تجب بسبب، والسبب من قبلها، فإذا دخلت في كفارة، صوم كفارة، صوم شهرين متتابعين أو صوم ثلاثة أيام كفارات الأيمان، فإنها حينئذ ليس لها نفقة على زوجها، لأنه لا يتمكن منها وهي صائمة. نعم. أو عن قضاء رمضان مع ساعة وقته. كذلك القضاء، قضاء رمضان هذا واجب على المرأة، لكن وقته موسع ما بين الرمضانين، فإذا بادرت بالقضاء بدون إذن زوجها فليس لها نفقة عليه، لأنه لا يتمكن منها وهي صائمة. أما إذا ضاق الوقت ولم يبق على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها، فإنها تصوم وجوبا ولا يسقط ذلك حقها على الزوج، لأن هذا صار مثل الصلاة ومثل صيام رمضان، واجب بأصل الشرع، ووقته مضيق، فلا يسقط النفقة عن زوجها. نعم، على زوجها. هل يحمل على ذلك، أحسن الله إليكم، اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم القضاء في شعبان، أنه ما دام الوقت وسع لا يصومنا، أو لأنه هذا دليل كون عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تصومه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل لأن وقت القضاء موسع. نعم. أو لأنه كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان فيتخيرنا ذلك. لا، لأنه إذا لم يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي على المرأة فإنه يتعين عليها الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه. مما يسقط النفقة عن الزوج إذا سافرت لحاجتها هي ولو بإذنه، أذن لها لكن السفر لحاجتها هي، أيسقط النفقة عنه، لأنها سافرت لحاجتها لا لحاجته هو، فتسقط نفقتها عليه لأنه لا يتمكن منها. نعم. قال سقطت في جميع هذه الأحوال، هذه مسقطات النفقة عن الزوج، أولا إذا حبست ولو ظلما، ثانيا إذا نشزت، ثالثا إذا دخلت في صوم تطوع أو صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم قضاء ووقته موسع، ثالثا إذا سافرت لحاجتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. المعتدة سبق لنا أن المعتدة من طلاق رجعي أو طلاق باين، وأما
المعتدة من وفاة فليس لها نفقة، لأن المال انتقل إلى الورثة وهي لا تجب نفقتها على الورثة، إنما تجب نفقتها على الزوج في حياته، فإذا مات انتقل ماله إلى الورثة وليس لها حق على الورثة، فيكون تكون نفقتها في نصيبها هي. نعم. ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها. نعم، الزوجة عرفنا وجوب نفقتها على زوجها، وعرفنا مقدار النفقة بحسب أحوال الزوجين. نعم. متى تأخذ النفقة؟ إن اصطلحوا على أن تأخذ نفقة السنة أو نفقة الشهر دفعة واحدة فلا بأس بذلك، وأما إذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن يعطيها نفقة كل يوم في أوله، كل يوم في أوله. نعم. قال ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله. نعم. لا قيمتها من أول اليوم، فتأخذ نفقة اليوم بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس هذا أول اليوم، تأخذ النفقة عند طلوع الشمس من بداية اليوم. نعم. لا قيمتها، لا يلزمها أن تأخذ القيمة، لو قال بعطيك دراهم لا يلزمها ذلك، إن رضيت تأخذ الدراهم فلها ذلك، وإلا فإنها تطالبه بطعام جاهز. نعم. ولا عليها أخذها، ولا عليها يعني لا يجب عليها أخذها إذا بذلها. نعم. فإن اتفق عليه أو على تأخيرها، إذا اتفق على أنها تأخذ نقودا بدل النفقة فالحق لهما، فلها أن تأخذ النقود. أو على تأخيرها أو تأجيلها، أو اتفق على تأخيرها إلى آخر اليوم، إلى آخر اليوم أو إلى يوم آخر، أو تأجيلها أو تقديمها، فلهم ذلك لأن الحق لهم. نعم. مدة، قال أو على تأخيرها أو تعجيلها، مدة طويلة أو قليلة، مدة طويلة كالسنة مثلا أو قليلة كالشهر والأسبوع، فلهم ذلك. نعم. جاز. أي نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، لها كسوة العام كل مرة في أوله، في أول العام، في أول العام من بداية شهر ذي الحجة، من بداية شهر محرم. محرم. نعم. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. نعم، إذا غاب عنها ولم ينفق عليها، لم يدع لها نفقة أو لم يوكل من ينفق عليها، فإن عليه نفقة ما مضى مدة غيابه، لأن النفقة لا تسقط بغيابه عنها. نعم. وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. إذا ظفرت بمال الغائب فإنها تنفق على نفسها منه، قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإذا أنفقت على نفسها تظنه حيا ثم بان أنه ميت في فترة كانت تنفق فيها، تبين أنها تنفق من مال الورثة، فلهم أن يغرموها ما أنفقت. نعم. لأنه بموته انقطعت نفقتها وصار المال لهم، فهي تنفق من مالهم في هذه الفترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. نعم، إذا عقد على امرأة، إذا عقد على امرأة عقدا صحيحا لم تجب نفقتها حتى بمجرد العقد، وإنما تجب بتسلمه إياها أو أنها بذلت نفسها له، فإذا تسلمها وجبت نفقتها عليه مطلقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو كان هو ممن يطأ مثله أو ممن لا يطأ مثله، أو هو لم يتسلمها ولكنها هي تهيأت وبذلت نفسها، فإنها تستحق النفقة لأن تأخر التسليم جاء من قبله هو، فلا يسقط حقها عليه. أعيد العبارة. قال: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها
ومثلها يوطى وجبت نفقتها. مثلها يوطى لأن النفقة في مقابل الوط، فإذا كان مثلها لا يوطى لأن كانت صغيرة أو كان فيها ما يمنع الوط فإنه لا نفقة لها عليه، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع غير موجود نعم في الصغيرة ونحوها. نعم. قال ومثلها يوطى وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج. ولو كان الزوج لا يطأ مثله لصغر أو لمانع يمنعه أو، لأن المانع ليس من قبلها هي. نعم. وإنما المانع من قبله هو. نعم. فلا يسقط حقها عليه. نعم. مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته، ومرضه الذي لا يستطيع معه الاستمتاع، أو جبه يعني كون مقطوع الذكر، أو عنته كونه عنينا ليس فيه شهوة، فهذه أمور ليست من قبل الزوجة وإنما هي من قبل الزوج. نعم. فلا يسقط حق الزوجة عليه لأنها محبوسة عنده. عمي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات وأسيرات، والعاني هو الأسير. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. إذا طالب بتسليم المرأة، إذا طالب بتسليم امرأته بعد العقد وهو لم يدفع مهرها، فلها أن تمنع نفسها حتى يسلم صداقها الحال. أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بتأجيله. نعم. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. نعم. إذا سلمت نفسها وهي لم تقبض صداقها الحال ثم أرادت الامتناع حتى تقبضه لا، فإنها لا تملك ذلك لأنها سلمت نفسها باختيارها فسقط حقها. نعم. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. سبق لنا أنه يجب عليه الإنفاق عليها بالقوت والكسوة والمسكن، فإذا أعسر بهذه الثلاثة أو ببعضها فإن لها الفسخ، أن ترفع أمرها إلى الحاكم ينظر في ذلك فيفسخ إزالة للضرر عنها، وإن رضيت بالبقاء فإنها تبقى، وإذا لم ترضى فإنه يزال عنها الضرر. نعم. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. كذلك مما يسوغ لها الفسخ إذا غاب ولم يدع لها نفقة، أما إن غاب وقد ترك لها نفقة فليس لها الفسخ، أو غاب ولم يترك لها نفقة ولكن له مال تقدر على أن تأخذ نفقتها منه فليس لها الفسخ أيضا لعدم المسوغ. أما إذا غاب ولم يدع نفقة ولم تتمكن من أخذ نفقتها من ماله فلها الفسخ بإذن الحاكم بأن ترفع أمرها إلى الحاكم فيفسخها بطلب ذلك لإزالة الضرر عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قال نعم. تجب. نعم. هذا هو النوع الثاني من أنواع من تجب لهم النفقة وهم الأقارب. أتجب النفقة القريب، والقريب على قسمين. قسم الأول أن يكون من عمودي النسب كآبائه وأولاده، فهؤلاء ينفق عليهم إذا احتاجوا مطلقا، إذا احتاجوا إلى النفقة مطلقا، لقوله تعالى في الوالدين وبالوالدين إحسانا، ومن أعظم الإحسان إليهما الإنفاق عليهما، ولقوله تعالى في الولد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المرضعات. نعم. فهذا دليل على وجوب النفقة الولد على والده. هذا النوع الأول عمود النسب. النوع الثاني القريب الذي يرثه بفرض أو تعصيب، وهو محتاج ليس عنده شيء فيجب عليه الإنفاق عليه. نعم. قال باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. نعم. المماليك المراد بهم الأرقة، والبهائم معروف
كالدواب التي يملكها من ذوات الأرواح، فإن لها نفقة لحرمتها وبقاء حياتها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ندع تفصيل هذا الكتاب الباب وشرحه للقائنا القادم إن شاء الله تعالى. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. في الختام، هذه تحية مهندس الصوت سمير عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.